بدل ما تشتري الكتاب وتقراه، تخيل انك معاك قلم علشان تكتب كتابك والناس تشتريه وتقراه. هيبقى بيتكلم عن اللوم والظروف اللي في حياتك، ولا هيتكلم عن تغييرك للظروف اللي في حياتك؟ كل واحد عنده ظروف، وكلنا اتخلقنا بالظروف دي، وده مش عيب، بس العيب انك ما تحاولش تغير الظروف دي. كل واحد ربنا خلقه ومعاه الريموت بتاعه، لا تحاول تفهم الريموت ده بيشتغل ازاي، لاما تسيبه على جنب وما تحاولش اصلا. وصدقني هتبقى حاجة حلوة جدا 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 لو خليت هدفك ان اللي يغير حياتك كلها للاحسن هو واحد بس، انت.